علاقتك بقى مع مصطفى شوبير وحمزه علاء لا مصطفى ده اخويا الصغير وحمزه اخويا الصغير، لا الحراس المحترمه، الحراس الواعية، الحراس الكبيرة. ان شاء الله مصطفى ربنا يوفقه ويبقى حارس من الحراس، يعمل تاريخ مع النادي الاهلي اكتر من اللي هو عمله. وحمزة نفس الكلام، ومعايا مصطفى خلوف من الحراس المحترمة جدا. العلاقة بين الحراس في النادي الاهلي دايما طبعا الاحترام والالتزام. لعيبة الحراس مجتهدة جدا، بيشتغلوا على نفسهم. رحت اتفاجئت بالحاجات دي، لا ما كلهم بيحبوا بعض جدا، بيوجهوا النصائح لبعض وبيتقبلوا النصائح بكل احترام وكل ادب. طبعا لما تتمرن مع كابتن محمد الشناوي حارس مصر الاول وحارس منتخب مصر، بيديك احساس تاني تشتغل مع احسن جون في افريقيا واحسن جون في مصر. حاجة يعني بتبقى حاجة جميلة، انت بتستفاد من خبراته ومن شغله. تقعد انا كنت اقعد اتفرج على رتمه وادائه في التمرين، واحنا هو كان بيبدأ الاول الشغل، فكنت اقعد ابص عليه. اكيد انت عندك طموح ان انت عايز توصل لحاجة من اللي هو عملها، فالحمد لله يعني الواحد قابل حراس محترمة زي دي. علاقتك مع مصطفى اقوى شوية حتى في ظل غياب محمد الشناوي، كان في بقى بيحصل بينكم كلام بتوجهه بتقول له حاجه بعد الماتش؟ احكي لنا موقف كده مع مصطفى شوبير في المباريات اللي انت شاركت فيها. لا مصطفى حارس كبير والخبرات بتيجي مع المباريات والكلام ده كله. انا ما فيش، انا رحت قلت له اول لما قابلته واتكلمنا مع بعض وكده، قلت له بص انا هساعدك على قد ما اقدر، اللي هقدر اعمله معاك هساعدك في اي حاجه انت عايزها. بتمنى لك التوفيق، اللعب ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اهم حاجه اللي بيلعب يبقى بيشتغل بشكل كويس، وهتلاقيني في ظهرك وسبورت ليك في اي حاجه انت عايزها انا واقدر اضيفها لك اقدر اضيفها لك. ما زعلتش انك ما بتلعبش جاي من الحراس المميزين؟ وما زعلتش انك هتبقى نمره 2 والشناوي يرجع هتبقى نمره 3؟ المواضيع دي ما فرقتش معاك، ولا فكره ان انت موجود في الاهلي الاسم الكبير ده وانك هتفوز ببطولات يعني قل الموضوع شويه؟ لا يا قصه، انت اولا النادي الاهلي نادي كبير واحسن نادي في الكون يعني، يعني بالنسبه الواحد اهلاوي ابا عن جدا، وبعشق النادي الاهلي وبحب اتفرج على ماتشات النادي الاهلي عامه يعني، ومن من الناس المشجعين للنادي الاهلي قبل ما اجي النادي الاهلي وقبل ما يعني العب دوري ممتاز. انا بحب النادي الاهلي، بس هي القصة في حتة اللعب. انت دايما يعني معلش، انت لو مش هتبقى حارس مرمى كويس لو ما زعلتش ان انت ما لعبتش يعني او مش بتشارك والكلام ده كله، بس في النطاق المسموح يعني، مش هزعل واعمل مشكلة مثلا او الكلام ده كله. لا انت بتزعل من جواك، بتيجي تشتغل على نفسك، تطور من نفسك، بتشوف اللي ناقصك. امر طبيعي الزعل، لو ما زعلتش مش هبقى لعيب كورة يعني. فانا بزعل، انا عايز اوصل لاحسن حاجه وعايز اوصل لافضل حاجه يعني. فممكن لو انا ما كملتش في النادي الاهلي انا عايز العب، عايز اشارك. النادي الاهلي كبير وبياخد بطولات وحاجه الحمد لله، الواحد خد معاه بطولات ونحسم بطوله الدوري الحمد لله. بس دايما انت بتدور ان انت، انا 32 سنه عايز العب، عايز اشارك، عايز اظهر بشكل كويس، فده امر طبيعي. فرحه اول بطوله مع الاهلي كان السوبر؟ لا كان كاس مصر في الامارات، كاس مصر في السعوديه. في السعوديه والفرحه دي اول بطوله، ما كنتش كملت اسبوعين او ثلاثه اسابيع. كان ليها طعم طبعا خاص. طبعا ما اول حضور ليك مع النادي الاهلي، ما شاركتش بس كنت قاعد موجود على الدكه مع زمايلي، ويعني كنت الواحد بدعم مصطفى واللعيبه من قلبي وانا قاعد على الدكه. بس اول بطوله ليا في حياتي دي تفرق طبعا، لا طعم خالص طبعا طبعا. فدي يعني حاجه يعني كانت بسطاني جدا يعني. علاقتك مع ميشيل يانكون من البدايه اختلفت عن النهايه؟ لا خالص، لا ميشيل من الشخصيات المحترمه ومدرب كويس جدا، و واستفدت منه في الفترة كنت موجود في النادي الأهلي. ما اعرفش هو قرار ايه بقى عنده او الكلام ده كله، لكن انا كنت ملتزم معهم في التمرين،
بتمرن على اعلى مستوى، بحاول اوصل لاعلى حاجه بس. فلا العلاقه كويسه جدا يعني. المفروض ان مدرب الحراس هو اللي بيوصل للمعلومه للحارس ان هو هيكون موجود هيلعب او هيشارك. ميشيل يمكن كان اداك انطباع ان انت لو الدوري اتحسم هتشارك مع الشباب والناشئين، ولا الموضوع ده كانت المواجهه اللي حصلت مع كولر؟ لا هو ما فيش الوضع، هم انا الوضع لا ما فيش الكلام ده. انا هناك الاهلي ما بيجي يقولوا مثلا لعيبه يلعب او الكلام ده كله بيبلغوه قبليها. انا بتمرن ملتزم موجود مع الفرقه، هتلعب هتلعب مش هتلعب مش هتلعب، انت راجل محترف بتنفذ تعليمات الجهاز الفني بالكامل يعني.